السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. شير ولايك عزيزي المشاهد. الحقيقة انه مفيش مصادر ايرانية هتؤكد هلاك الخميني. الخميني المقبور لن تجد اي مصادر متلفزة او صحفية ايرانية من الممكن ان هي تنشر هلاك الخميني، ولكن التسريبات كلها من الداخل ومن بعض التسريبات من المصادر العراقية تؤكد هلاك الخامنئي. وصول طائرة رئاسية إيرانية أمس في مطار النجف وكان في إجراءات أمنية مشددة جدا، وكان على متن هذه الطائرة فيها صندوق، و لم يعلن عن الصندوق في ايه طبعا، لكن الشخصيات اللي موجودة والامن اللي موجود بيقول كده. اللي كان موجود على متن الطائرة ايضا محمد باقر رئيس مجلس الشورى الايراني وعدد من اعضاء مجلس الشورى الايراني. قيادات عسكرية هامة من الحرس الثوري الايراني كانت موجودة ايضا مع الصندوق والجثمان اللي هو كان تحت حماية مشددة. كان بالاستقبال ايضا وكيل المرجعية الصافي في مطار النجف، وأيضا السفير الإيراني في العراق. كل هذه الشخصيات تؤكد أهمية الجثمان للمقبور الخامنئي. انتهاء الخامنئي لا يعني انتهاء نظام الولي السفيه، ولكن هي حلقة من حلقات انتهاء نظام الولي السفيه. الآن يعني في إيران توتر شديد جدا. يعني ايضا انباء اخرى من جهات اخرى اكدت ان يعني جثمان المرشد الايراني علي خامنئي وصل الى العتبه الحسينيه من البوابه الثالثه. ده مصدر اخر. تحت حراسه امنيه مشدده وتعتيم كامل من وسائل الاعلام. هنا خامنئي الفرخ فلسع للآخر يعني. طب السؤال، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل يعلن أو النظام الولي السفيه هيعلن على يعني وفاة المقبور الخامنئي، أم أنه يستمر التكتم الإيراني اللي هو يعني معروف عنه، و ان هو بيتخذ نفس الاسلوب ان هو دايما بيتكتم عن اي اخبار تهز العرش للولي السفيه او النظام الولي السفيه. التكتم ده هيستمر بعد الأربعين ام يستمر بعد احداث ما بعد الأربعين، الاحداث الساخنه اللي بعد الأربعين؟ قبل 3 ايام عضو مجلس الخبراء، غير اللي انا قلته امبارح اللي هو هارس ده، لا في واحد تاني اسمه غيات الدين محمدي، قال يجب ان يمهد للمرشد التالي. وكلمه التالي دي يعني حاجتين اتنين، او كلامه ده معناه حاجتين اتنين. هم هناك بيمهدوا انه يجي. التمهيد ده بقى ممكن ياخد شهرين، ممكن ياخد 3 شهور، على حسب ما هم هيحبوا يعلنوا. طبعا هيذيعوا في فيهم مذاعوا في لقاءات متلفزه ان هو استقبل مجتبى وان هو دخل في بعض القيادات او الشخصيات المهمه هناك. كل دول ان هو بحجه ان هو يعني هو سليم، يعني ان هو يعني حالته تسمح بالاستقبال. ولكن التصريح اللي هو عضو مجلس الخبراء ده بيقول انه يعني يمهد للمرشد التالي. التالي ده هو عايزين مجتبى ولا في خلاف هناك على مجتبى نفسه؟
ما هو لو كان عايز يقول يتم التمهيد للمرشد التالي مجتبى كان قال الاسم وان هم متفقين عليه، لكن يبدو ان هم يا اما ما اتفقوش يا اما في خلاف. لكن ما لا يعني ذلك ان هو لم يهلك الخميني. لا، الخميني هلك، الخميني هلك يعني خلاص بقى مقبور تماما. يعني هم هناك في خلال الاشهر القادمه هيتم التمهيد ل يعني اعلان وفاه الخميني او هلاكه، ولكن هو في رعب في داخل النظام الايراني، النظام الولايات السفيه في رعب هناك جامد جدا. الرعب هناك من اعلانه، لانه اعلانه لن يتم قبل اعاده ترتيب البيت الايراني للولي السفيه المنهار. محاوله احداث